السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الشادية من جميعنا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية، ونعتذر لهذا التأخير الخارج عن الإرادة. ونبدأ هذه النشرة بقراءة هذه البرقية. برقية من رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيد الرئيس، الأخ العزيز، بكل أسف وألم شديدين تلقينا نبأ العمل الإرهابي الذي استهدف حافلة لنقل مواطنين مصريين اليوم الجمعة، والذي أوقع 26 قتيلاً بقرية المنيا جنوب القاهرة، والذي أوقع 26 قتيلاً والعديد من الجرحى والمصابين. في هذه اللحظات الأليمة والحزينة للشعب المصري، ولكم أتقدم باسم الشعب التشادي وحكومته وباسمي شخصياً بتعازينا الحارة لكم ولأسر الضحايا. وندين بشدة هذه العملية الإرهابية البربرية الجبانة، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى ونقل تعازينا إلى أسر الضحايا، ونؤكد لكم وقوفنا ومواساتنا لكم. إدريس ديبي تنو رئيس جمهورية تشاد.